أيضا نبارك للمدرب الغدير الوطني اللي هو خالد العطوي أبو فهد، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق مع نادي الاتفاق، وعندنا أمال كبيرة في هذا المدرب ومشروع المدرب مع نادي الاتفاق. أتمنى من إدارة نادي الاتحاد أن تجيب لنا محترفين عرب، واسأل الضيوف اللي عندك، يعني المحترف العربي يحرق قلبه في الاتحاد وعشان الاتحاد، منهم أحمد حجيد، أبو شروان، زيايا، مغربي بهجة، وكوماتشو، ولعيبة كثير أحسن من اللاعب اللي تجيب الأرجنتيني ولا الإيطالي، يبغى له موسم كامل على بال ما يتأقلم مع الأندية السعودية وفي المباراة السعودية وبالجو السعودي. أتمنى جلب محترفين عرب، وخلوا أنيس البدري، هذا لاعب كبير ولم يأخذ الفرصة حقه، فلا تظلموا اللاعب. كل الجماهير النصراوية مروقين شاي بالليمون على هذه الصفقات المفرحة. سؤالي لضيوفك الأعزاء، هل هذه البطولة الهلالية ستكون آخر بطولة من حوالي 5 إلى 6 سنوات قادمة؟ وجهة نظري هذه آخر بطولة، لكن أسألهم. خالد قحطاني بناء على معيار المشجع يقول هذه آخر بطولة للهلال لخمس سنوات قادمة، هذا إشارة إلى أنه سيكون هناك اكتساح نصراوي. الهلال اليوم في مرحلة حصاد، أنا أشك برضو أنها آخر بطولة الهلال في الموسم، بحكم أنه ما زال فيه كأس ملك. الهلال من نوعية الأندية اللي يبدو ما تتشبع بالبطولات، الهلال تأخذ الأندية تأخذ البطولات بمبدأ أنها واجب تحقيقها، حتى لو كانت يعني في آخر البطولات أو بعد بطولات مثل بطولة دوري أبطال آسيا أو بطولة الدوري. فمن غير المنطق أننا نتوقع أن الهلال بطل دوري أبطال آسيا وبطل الدوري تكون آخر بطولة له، وصاحب أفضل عناصر محلية وجنبية.